في تطور دراماتيكي نشرت جهات ومواقع إيرانية معارضة تسريبات خطيرة جداً تفيد بأن المخابرات الإيرانية قد عثرت خلال الساعات الماضية على الصندوق الأسود الخاص بطائرة الرئيس إبراهيم رئيسي والتي تحطمت مؤخراً في حادث مروع. وذكرت تلك التقارير أن فرق البحث والإنقاذ التابعة للمخابرات الإيرانية قد عملت ليل نهار وبشكل سري بعيداً عن الإعلام خلال الساعات الماضية وفي ظروف جوية صعبة لتحديد موقع الصندوق الأسود واستعادته من موقع الحطام بأسرع وقت ممكن، وهذا ما حدث بالفعل. وتشير التقارير إلى أن المخابرات الإيرانية قد أخفت الصندوق الأسود الخاص بطائرة الرئيس إبراهيم رئيسي لأسباب مجهولة، ولم يتم حتى الإعلان عن العثور عليه، بل وتم ترويج أن الطائرة لم تكن مجهزة بالصندوق الأسود المتعارف عليه. وهذا الأمر أثار الكثير من التكهنات والجدل من قبل المشككين بأن هذا الحادث كان مدبراً حول السبب الحقيقي وراء حجب محتويات الصندوق الأسود عن الشعب الإيراني ووسائل الإعلام العالمية. وبحسب التسريبات فإن التقرير الأولي من تحليل بيانات الصندوق الأسود يؤكد أن سبب العطل في الطائرة كان ناجماً عن فشل تقني في نظام المحركات الخاص بالطائرة، مما أدى إلى فقدان السيطرة على الطائرة واصطدامها بالأرض بسرعة عالية، مما أثار تساؤلات حول مدى كفاءة الصيانة الدورية للطائرة، والأهم من ذلك من هو المسؤول عن اختيار هذه الطائرة القديمة لنقل شخصيات بهذا المستوى. ووفقاً للتسريبات التي بدأت تنتشر بين الأوساط الإعلامية والسياسية، فقد أشارت بعض التسجيلات الصوتية من الصندوق الأسود إلى أن اللحظات الأخيرة قبل تحطم الطائرة كانت مليئة بالتوتر والفوضى، حيث أعلن الطيار للركاب على الطائرة بأن محركات الطائرة بدأت تضعف بشكل مفاجئ بسبب خلل غير واضح، ليعود الطيار بعد حوالي 30 ثانية ويصرخ مذعوراً بأن الطائرة بدأت تسقط وتتجه نحو الأسفل بسرعة شديدة. وأما عن اللحظات الأخيرة التي عاشها الركاب على متن الطائرة قبل تحطمها بثواني معدودة، فقد أفادت التسريبات بأن التسجيلات الصوتية داخل الصندوق الأسود أظهرت وبشكل واضح صوت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبقية الركاب الذين معه وهم يشتمون الطيار بأقبح وأقذر العبارات، معبرين عن غضبهم وخوفهم أثناء بدء سقوط الطائرة لكونه غير قادر على السيطرة على الموقف. ومن ثم سمع صوت بكاء وصراخ وهلع من جميع الركاب، حيث سجلت الثواني الأخيرة قبل ارتطام الطائرة بالأرض بكاء هستيريا لجميع ركاب الطائرة، ومن ضمنهم الرئيس الإيراني الذي كان صوت بكائه ونحيبه واضحا تماما، وكان يصرخ بطريقة مخيفة جدا تدل على كمية الذعر والرهبة التي عانوها قبل موتهم بلحظات قليلة. وهذه التقارير والتسريبات تطرح عدة تساؤلات حول إدارة هذه الحادثة من قبل المخابرات الإيرانية، ولماذا تم إخفاء الصندوق الأسود؟ هل هناك محاولة للتغطية على أخطاء محتملة أو لتجنب المزيد من الإحراج السياسي؟ وفي الوقت الذي يحاول المسؤولون الإيرانيون تهدئة الرأي العام وتقديم تفسيرات مقبولة، يعبر الكثيرون عن شكوكهم ويطالبون بالشفافية والكشف الكامل عن محتويات الصندوق الأسود، ويرى ناشطون أن من حق الشعب الإيراني معرفة الحقيقة الكاملة، فهذه الحادثة تمثل صدمة كبيرة لإيران وشعبها، حيث فقدت البلاد قيادتها في وقت حساس للغاية يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا.